خلال تجربة أنا أمارس النقل الدولي للمسافرين منذ 25 سنة أو أكثر، أبناء الجالة يفضلون الحافلة لعدة أسباب. السبب الأول أنها وسيلة نقل متوفرة، مش بحال الطيارة لآخره، ما كانش بلاصة لآخره، توفر، يمكن أن تخرج من بيتك وتجد الحافلة قرب بيتك وبالتالي يمكن أن تسافر بها، وهي كذلك الأرخص مقارنة بوسائل النقل الأخرى، والأهم من ذلك بأنها توفر للمواطن كنية الوصول إلى بيته، يذهب من بيته في أوروبا إلى بيته في المغرب دون المرور بمطارات أو غير ذلك. ثم السبب آخر أنها هذه الوسيلة متوفرة بشكل طيلة السنة، توفرة بشكل دائم وتؤمن للناس بالتالي التواصل. طبعا هذه أسباب عدة تجعل أبناء الجالية يفضلون المجيء بالحافلة، ويمكن أن نقول بأن الحافلة تؤمن نقل 60% من أبناء الجالية، طبعا حسب المواسم، هذا في موسم الصيف، ولكن خلال السنة يمكن تكون نسبة أكبر. نحن نؤمن نقل عدد كبير جدا من أبناء الجالية من المهجر إلى الوطن الأم. كنا نأخذ التأشيرة قبل كورونا، توفرين على الشروط، والدليل بأننا كنا نأخذ التأشيرة قبل كورونا. جاءت كورونا والمشاكل التي جاءت معها، ثم جاء الخلاف المغربي الإسباني وما نتج عنه طبعا من مشاكل تم حلها كلها، لم تعد كورونا عائقا أمام الحركة. والأخطأ أهم من ذلك أن العلاقة الإسبانية المغربية هي على ما يرام، بمعنى أنه لم يعد هناك خلاف بين البلدين، ولكن نتائج هذا الخلاف ما زالت لم تزل بعد. يعني حينما كان هناك خلاف أنتم قمتم بحرماننا من التأشيرة، انتهى الخلاف، لماذا يبقى طبعا المنع للتأشيرة، خاصة وأن كافة الشروط المطلوبة وهي 8 تطلبون شروطا نحن نتوفر عليها جميعا، لماذا حينما يتقدم السائق إلى مقر سفارتكم تجيبونه لا، ترفضون طلبه؟ هذا أمر غير مبرر. السبب، هدفنا الآن أنه تتراجعوا عن هذه السياسة الخاطئة، باعتبار أن أسس وحيثيات هذه السياسة انتهت وأصبحت الأوضاع الآن سليمة، بالتالي لا يعقل أن تستمروا في حرمان السائقين الدوليين من التأشيرة. الحق بنا ضرر كبير، العديد من الشركات اختفت، العديد من الشركات اختفت، لم تعد موجودة. ذكرت قبل قليل نموذج على واحدة من أكبر الشركات في المغرب الشرقي، صاحبها اضطر لبيع 16 حافلة كانت لديه. طبعا ليس المسؤول فقط هذا الجانب، هناك سياسة الليزنج والإقراض، وسياسة أضرت بنا كبيرا، لأن الذي أقرضك كان معك ما دمت واقفا على رجليك تؤدي أقساطك، وإذا ما تأخرت فإنه سيستأسد عليك ويقوم بالتالي بحرمانك من مكان أو الأساس الذي به طبعا تعمل. كنا نعمل من خلال وسائل النقل هذه التي الآن لم تكن بإمكانها أداء الكمبيالات، وبالتالي تمت مصادرتها من قبل شركات الأقراض، ومارست علينا توغلا ووحشانية، هي بالتالي التي أضرت بنا كثيرا. تقديرا هي مسؤولية، تقول لك تسأل المسؤولين، يقول لك هذا اقتصاد ليبرالي، ولكن اقتصاد ليبرالي حينما كنت واقفا على رجلي وأعمل وأدفع لك، أنا منذ 25 سنة و30 أدفع لك الكمبيلات بشكل منتظم، لأن توقفنا لأسباب قاهرة، لا أعرف القانون، قلنا لهم أسباب قاهرة، قوة قاهرة، القانون يتفهم بالتالي القوى القاهرة، وبالتالي لا يحاسب عليها ويجد لها مبررات طبعا تمكن بالتالي الناقل
أو المالك أو صاحب موضوع القرض من يعطى فترة حتى يتدبر أمره. الآن انتهت الأسباب يعني نسبيا باستثناء التأشيرة. يمكن لي إذا عملت بظروف عادية أن أسدد كمبيولاتي. تالي هذا موضوع متشابك من أكثر من جانب، ولكن نأمل أنه خلالكم خلال الصحافة الوطنية أن نصل إلى تفاهمات تمكننا من أن نعود إلى وضع طبيعي. صعب أن نعود إلى وضع طبيعي بالكامل، ولكن نتجاوز العقبات التي نعيشها اليوم.